أعزائي تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتناول درسا جديدا في مادة الرياضيات بعنوان مقارنة الكتل. أهداف هذا الدرس هي التمييز بين الأثقل والأخف ولهما نفس الكتلة، مقارنة عناصر وترتيبها من الأثقل إلى الأخف أو العكس. إذا حملت بيدك محفظة مملوءة بالكتب، ماذا تلاحظ؟ ستلاحظ أن المحفظة ثقيلة. أما إذا حملت بيدك المقلمة، ماذا تلاحظ؟ ستلاحظ أن المقلمة خفيفة. لمقارنة الكتلتين سنقول المحفظة أثقل من المقلمة، المحفظة أثقل من المقلمة. وإذا بدأنا من المقلمة سنقول المقلمة أخف من المحفظة، المقلمة أخف من المحفظة. أراد ياسين مقارنة كتلتي الكرتين السوداء والزرقاء، فاستعمل آلة الميزان حيث وضع الكرتين. هذه تسمى كفة الميزان، للميزان كفتان. أما هذه فتسمى إبرة الميزان. نلاحظ أن الكفة التي عليها الكرة السوداء تصعد. نقول الكرة السوداء أخف من الكرة الزرقاء، أما الكفة التي عليها الكرة الزرقاء تنزل. نقول الكرة الزرقاء أثقل من الكرة السوداء. ونلاحظ أيضا أن الإبرة تتجه نحو الأثقل. أقارن كتلتي الإجاصة والتفاحة. قد وضعنا تفاحة وإجاصة على كفتي الميزان. نلاحظ أن الكفتين متساويتين، وأيضا الإبرة توجد في الوسط. نقول في هذه الحالة الإجاصة لها نفس كتلة التفاحة، أو التفاحة لها نفس كتلة الإجاصة. أرتب الكتل من الأخف إلى الأثقل. في هذا الميزان لدينا الكرة السوداء أخف من الكرة الزرقاء، أما في هذا الميزان فلدينا الكرة الزرقاء أخف من الكرة الخضراء. الترتيب من الأخف إلى الأثقل هو الكرة السوداء أخف من الكرة الزرقاء أخف من الكرة الخضراء. ألاحظ وأجيب. أحيط بخط الجملة الصحيحة. في هذه الصورة لدينا ميزان وضعت على كفتيه سيارة وقاطرة. الجملة الأولى: السيارة أثقل من القاطرة. الجملة الثانية: السيارة أخف من القاطرة. أي الجملتين تناسب الصورة؟ فكروا جيداً. هل وجدتم الجواب؟ نعم، الجملة الثانية هي الصحيحة، السيارة أخف من القاطرة، لأن كفة السيارة تصعد والإبرة تتجه نحو القاطرة،
أحسنتم، لنواصل. لدينا هنا صورة لطفلين يلعبان الأرجوحة، أحمد وياسين. سنحدد الآن من الأثقل، أحمد أم ياسين؟ فكروا جيدا. هل وجدتم الجواب؟ الجواب هو ياسين. أحسنتم، لنواصل. لدينا ميزان وضع عليه أناناس وبرتقال. صل بخط ما يلي. الأناناس أخف من البرتقال، له نفس كتلة البرتقال، أثقل من البرتقال. هل وجدتم الجواب؟ الأناناس له نفس كتلة البرتقال لأن الكفتان متساويتان والإبرة في الوسط. أحسنتم، انتهى درسنا لليوم، وإلى اللقاء.